مندي الدياي وعلى طريقتي. أول شيء راح أجيب البهارات الصحيحة وأطحنها. والحين راح أنزل البهارات هذه الحلوة وحط عليها زيت زيتون وابتدي أسوي هذا المزيج اللذيذ اللي راح أحطه على الدياي. وابتدي أعطي مساج حنون حق الدياية الجميلة. والحين ألحفها وخليها ساعتين بالثلاجة. تالي نجيب جدرنا اللي ما له حل وننزل عليه الزيت والبصل على أساس نكرمله. وطبعا ما ننسى الملح. والحين يا معلم ننزل البهارات الصحيحة ونبتدي نحمسهم. والحين عندي عيش مغسول ابتدي انزله على الحمسة اللي سويتها وابتدي اقلبها يا قلبي ونزل عليهم ماي ماجي يغطي العيش مع رشة ملح ونبتدي نقلبه. الحين انتبه وياي راح اغطي بقصدير وابتدي اجيب عود واسوي فتحات على اساس اجيب الدياية تالي واحطها فوق الجدر على اساس ينزل الدهن على العيش. وتالي نودي الفرن على حرارة 200 من فوق ومن تحت ونخليه يتسكر لمدة ساعة ونص أو ساعتين. بعد ساعتين خلاص الدياية يبي لها بعد شوية من فوق. عقب ما حطيتها بس الفرن من فوق صارت جاهزة وجميلة. لو تشمون الريحة الحين نشوف العيش. يا سلام خلاص صار وقت النجاب يا معلم. أي باه بعد حكوك نزل الدياي وكذي الطبق عندنا جاهز. شوف يا معلم وعطني بالطعم الحين. يا سلام جد جد لذيذ.